ناخدها مباراة مباراة يا أستاذ محمود، ما نبصش على الكم الأربع مباريات، احنا نبص على مباراة مباراة. لا طبعا، هو عاوز أقول لحضرتك على حاجة، طبيعة الجمهور في الفترة الحالية مختلفة عن قبل كده، يعني إذا أنت عندك جيل جديد والسوشيال ميديا قاعدة بتطردك في أوضة نومك، يعني دي برضو أعباء على اللعيبة، يعني الوضع بالنسبة للاعب الحالي صعب جدا. هنا مطالب إنك أنت كإدارة كورة مطالب إنك أنت تقفل على الفرقة، مطالب إنك تدي نصايح كبيرة جدا، لأنه دي مرحلة. معلش يا أستاذ محمود، ممكن بس قبل ما حضرتك تكمل نقول القائمة الأفريقية، لأن تم إعلانها. أعلن الحقيقة الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قائمة الفريق الأفريقية التي ضمت 33 لاعب، زي ما قلت لحضراتكم بالظبط، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعلاء وسعد سمير ورامي ربيعة وياسر ابراهيم ومحمود متولي وبدر بنون ومحمد هاني وكريم ندفد واحمد رمضان بيكم وايمن اشرف وعلي معلول ومحمود وحيد عمرو السوليه اكرم توفيق محمد محمود حمدي فتحي اليو ديانج محمد مجدي قفشه ناصر ماهر محمد شريف وجونيور اجاييه وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان ومروان محسن وصلاح محسن وولتر بواليا واحمد نبيل كوكا واحمد سيد غريب. ده القائمه الافريقيه للنادي الاهلي، زي ما قلت لحضراتكم ماكسيمم اللي انت تقدر تحطه 33. النادي الاهلي وضع بالفعل 33 لاعب زي ما حضراتكم تقريبا كل الاسماء اللي موجوده، واعتقد ده شيء كان متوقع لان انت عندك استبدال 7 ان شاء الله في شهر يناير القادم.